في أي دولة أوروبية تقع جزيرة هيدرا؟ مساحة الجزيرة دي حوالي 50 كيلومتر مربع، وطول الجزيرة 21 كيلومتر. الجزيرة دي محظور فيها السيارات، مفيش عربيات بتمشي في الجزيرة دي علشان هم مهتمين بالسياحة. إجابتك؟ فرنسا. فرنسا بعشر نقط، إجابة خاطئة. في إجابة ولا فيش إجابة؟ في إجابة. عمر اتفضل. اليونان. اليونان. الجزيرة دي مشهورة بصيد الإسفنج. عمر خالد، اليونان إجابة إيه؟ صحيح. يا سلام. إيه الثقة دي؟ جبت منين بقى الثقة دي؟ عايز أعرف جبتها منين؟ عشان حضرتك قلت إنها مشهورة بالإسفنج يعني. يا سلام. على أساس إن أنت خبير الإسفنج في الوطن العربي يعني. عمر خالد إجابة إيه؟ خاطئة. إجابة صحيحة. اليونان هي الإجابة الصحيحة. برافو عليك خبير الإسفنج عمر خالد. أول 10 نقط وعندكم